اشتركت بالبرنامج الاستثماري. صراحة كلش استفادت من عندك. كان البرنامج عبارة عن شهر أسبوع هو كان عبارة نظري، 3 أسابيع هو كان عملي، وكثير كان من الفقرات الإنشائية تعلمنا عليها، والبرامج الهندسية من ضمنها التوتال ستيشن، وجدا أضافت إلي ولشخصيتي وكوني مهندسة. وبعد ما خلصت الدورة تقريبا مباشرة حصلت على فرصة عمل. كلش حلوة مفيدة. طلعنا على أغلب الأعمال المدنية والمساحية وأعمال النهائيات، أعمال حلوة كانت وشغل حلو مرتب، واستفادينا من الدورة، وحالياً حصلت فرصة عمل من خلال المنظمة. شمل جميع النواحي الهندسة المدنية في المجال التسليح ومجال الإنهاءات ومجال الأعمال الترابية والأعمال المساحية، وحقيقة هذا يفيد جدا في المستقبل بعد المهندس انه يحصل شغل يفيده جدا في هذا المجال، ويطوره ويعلمه ويدربه ويخليه مواجه للصعوبات والامور الهندسية، ويحل المواضيع ويحل المشاكل بسهولة. ضمنت الجانب العملي اكيد اخذنا يعني حديد التسليح والاسس والفونديشن، كثير فقرات من عندها جهاز المساحه التوتال ستيشن والليفل ستيشن، تمام. واكيد نشكر المنظمه على هذه المبادره والكادر كله والدكتور سوران العفو.